لقد تأثر الكثير من الشعراء والكتاب والفلاسفة حول العالم بالديانة الزرادشتية، حيث قام جوته بتوظيف شخصيات زرادشتية في مسرحية فاوست لنجد شخصية ميفيستو التي اقتبسها من شخصية أهريمان في الديانة الزرادشتية. ولكن وبالرغم من الكتابات الكثيرة وأيضاً البحوث، تبقى هذه الديانة مكاناً للتساؤلات، خصوصاً حول مؤسسها زرادشت الذي اعتبر نفسه معلماً أو فيلسوفاً ولم يعتبر نفسه نبياً. تعد الديانة الزرادشتية من الديانات التوحيدية مع اختلاف الأسماء، حيث هناك إله واحد يسمى أهورا مازدا، وهو إله قدير على كل شيء، والذي خلق الأرض وكل الكون. والنقيض ربما هنا هو أهريمان الذي يعد قوة الشر أو إبليس في الديانات الإبراهيمية. هناك الكثير من التساؤلات حول تاريخ هذه الديانة، ولكن ما تم إثباته أن زرادشت عاش بين فترة 1000 إلى 2000 قبل الميلاد، لتتحول هذه الديانة إلى الديانة الرسمية لممالك الفرس المتعاقبة قبل الإسلام.